بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فهذا درس في شرح كتاب مجمع الأصول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك نعرف إن شاء الله تعالى بالمؤلف الإمام ابن عبد الهادي الحنبلي باختصار، وكذا سوف نعرف إن شاء الله تعالى بكتابه باختصار أيضا، ثم نعرف إن شاء الله تعالى بعلم أصول الفقه تعريفا مختصرا، ثم نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة الكتاب. فالمؤلف هو جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن حسن ابن أحمد الصالحي الدمشقي الجماعيلي الحنبلي، يعرف بابن عبد الهادي، ويعرف أيضا بابن المبرد بكسر الميم وإسكان الباء وفتح الراء على قول كثير من المؤرخين. وذهب شمس الدين بن طولون وهو من تلاميذه إلى أنه ابن المبرد بفتح الميم وإسكان الباء وكسر الراء، وهو لقب أحد أجداده فنسب إليه، والنسبة إلى الجد سائغة في لغة العرب وكثيرة في كتب التاريخ، النسبة إلى الجد كما يقال ابن قدامة وكما يقال ابن حنبل، وليس هؤلاء آباء للمذكورين. فأحمد أبوه اسمه محمد، وابن قدامة قدامة جد له بعيد، ومع ذلك نسب إليه. ومثل الحسن ابن حي الذي يذكر في كتب الخلاف كالمغني وغيره، بينما هو الحسن ابن صالح وحي جده، لكن أحيانا ينسب إلى الجد إذا كان في اسم الجد تميز، فإن الحسن بن صالح كثير وأحمد بن محمد كثير، لكن حنبل من يسمي حنبل؟ قليل من الناس. فكذلك المؤلف رحمه الله يعرف بابن عبد الهادي، وهو من أسرة آل قدامة الذي منهم ابن قدامة المؤلف المشهور، وهم ينتهي نسبهم إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولد رحمه الله سنة 840 هجرية، وقيل سنة 841 للهجرة، والأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى هو المشهور. وتوفي سنة 909 هجرية، فيكون قد عاش 69 سنة رحمه الله. أدرك الحافظ ابن حجر، لكنه لم يأخذ عنه إلا بالإجازة الوالد، أي والده استجاز الحافظ ابن حجر ليجيز ابنه هذا الإمام جمال الدين ابن عبد الهادي. وأدرك علماء كبارا من فقهاء الحنابلة، منهم علاء الدين المرداوي صاحب المؤلفات المشهورة منقح المذهب ومصححه والمجتهد في تصحيحه، فأخذ عنه. وأخذ أيضا عن برهان الدين ابن مفلح صاحب كتاب، من يعرف يا شباب؟ نعم،
أحسنت، الآداب الشرعية وأيضا في الفقه المبدع، أحسنت. نعم. وأيضا أخذ عن تقي الدين الجراعي صاحب شرح مختصر ابن اللحام في أصول الفقه، ومن تلاميذ المؤلف شمس الدين بن طولون أحد المكثرين من التصنيف وصاحب الكتب المعروفة في التاريخ خصوصا في تاريخ دمشق، وأخذ أيضا عن الشويكي، وأخذ أيضا عن النعيمي صاحب الدارس في تاريخ المدارس. للمؤلف رحمه الله أكثر من 600 كتاب، فهو من أحد المكثرين من التصنيف، وكثير منها في علم الحديث ورجاله ومصطلحه، وله كتب في غير الحديث كثيرة، فمنها كتاب الدر النقي في حل ألفاظ الخرقي، كتاب مطبوع، وهو شرح على مختصر الإمام الخرقي، والخرقي أكثر متن شرحه الحنابلة، فإن عليه أكثر من 200 شرح، وقيل أكثر من ذلك والله أعلم. وله مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، كتاب في الفقه، وأيضا من كتبه هذا الكتاب مجمع الأصول، وله كتاب اسمه زينة العرائس، زينة العرائس من الطرف والنفائس، زينة العرائس من الطرف والنفائس، وهو كتاب فريد في بابه لأنه يخرج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية النحوية. نعم. أما الكتاب فهو اسمه مجمع الأصول، والمؤلف لم يسمه ولم يكتبه كتابا منفصلا، إنما هذا الكتاب أصله مقدمة من مقدمات كتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، وهذه طريقة كانت معروفة عند العلماء قديما، أن يجعلوا لكتابهم الفقهي مقدمة أصولية، أي من علم أصول الفقه، لأجل العلاقة بين العلمين، علم الأصول وعلم الفقه. ثم انتزعه النساخون من كتابه فاستنسخوه وحده، واشتهر بهذا الاسم، وإن لم يذكر في مقدمة الكتاب صرح به محمد بن عيسى بن كنان الصالحي الدمشقي، وهو شارح هذا الكتاب في كتاب سماه الزهور البهية في الحديقة الوردية، شرح الأصول الفقهية، وتوفي ابن كنان سنة 1153 هجرية. المقدمة الثالثة في التعريف بعلم أصول الفقه، وأصول الفقه يعرف بتعريفات عدة مردها إلى تعريفين اثنين، وعامة تعريفات العلماء لعلم من العلوم، أي علم، سواء كان أصول الفقه أو الفقه أو النحو أو غير ذلك أو غير ذلك من العلوم، عامة تعريفات العلماء ترجع إلى حيثيتين اثنتين، أعني أن المعرف هذا العالم الذي يكتب التعريف أنه يراعي إحدى حيثيتين، أي نظرتين واعتبارين ينظر منهما لهذا العلم، وهي حيثية الموضوع وحيثية الثمرة، وهما مبدأان من المبادئ العشر المعروفة التي ذكرها العلماء ونظمها بعضهم في أبيات لكي يسهل حفظها. وأشهر نظم بين الطلاب لهذه المبادئ العشرة هو نظم الشيخ محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى، فمن يذكرنا
بهذه الأبيات. هاي تفضل يا شيخ، بارك الله فيك. وأيضا طيب أحسنت، لكن أقرأها لكم وانتبهوا لضبطها يا شباب، لأن بعض الطلاب يخطئ في ضبط الأبيات. إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ثم الثمرة. نعم. ونسبة، هذا البيت الثاني، ونسبة وفضله والواضع. والاسم الاستمداد حكم الشارع. البيت الثالث، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. لاحظوا البيت الأول، إن مبادئ، أين ذهبت الهمزة؟ حذفت الهمزة، والياء ساكنة ضرورة لأجل الوزن، وبعضهم يضبطها إن مبادئ بحذف الهمزة والياء، ويبقي الكسر تحت الدال دالة على المحذوف. كل فن عشرة سكون على التاء، الحد والموضوع ثم الثمرة سكون على التاء. البيت الثاني، ونسبة وفضله والواضع، سكون العين عليها سكون. بعده، والاسم الاستمداد بدون حرف العطف، والاسم الاستمداد حكم الشارع أيضا بدون حرف العطف، والاسم الاستمداد حكم الشارع وسكون على العين. ثم الأخير، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وأظن أن لكم معرفة بكثير من هذه المبادئ العشرة من قبل، فلن نطول عندها ونقتصر على التعريف. فتعريف أصول الفقه كما قلنا آنفا، إنه يعرف بتعريفات مردها إلى تعريفين اثنين، أحدهما بالنظر إلى موضوعه، والثاني بالنظر إلى فائدته ثمرته. فيعرف أصول الفقه بالحيثية الأولى، أي من حيث موضوعه، بأنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية استفادة الأحكام منها وحال المستفيد. معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية استفادة الأحكام منها وحال المستفيد. ويعرف أصول الفقه بالنظر إلى ثمرته، أعني فائدته، بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. فنلاحظ أن التعريف الأول نظر فيه الحاد
إلى موضوع العلم، موضوع علم أصول الفقه. ولهذا لو قيل لك ما موضوع أصول الفقه لقلت أدلة الفقه الإجمالية وكيفية استفادة الأحكام منها وحال المستفيد. والتعريف الثاني نظر فيه الحاد أي المعرف إلى ثمرة وفائدة وغاية علم أصول الفقه. فلهذا لو قيل ما هي أهم ثمرات علم أصول الفقه لقلت نعم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. طيب أصول الفقه هو واسطة بين الدليل وبين الحكم، فلا يمكن الوصول إلى حكم شرعي إلا بواسطة القاعدة الأصولية. لا يمكن أن يوجد حكم شرعي إلا وهو راجع إلى قاعدة أصولية، أعني من أصول الفقه. فمثلا نضرب على هذا مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا نص دليل شرعي. ثم القاعدة الأصولية تقول الأمر المطلق يقتضي الوجوب. أين الأمر في الحديث؟ تعاهدوا، يعني راجعوا، ما نسميه اليوم المراجعة، يعني تراجع المحفوظ من كتاب الله تعالى. تعاهدوا أمر، والقاعدة الأصولية أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. فماذا ينتج إذا وجهنا القاعدة الأصولية إلى النص الشرعي؟ ينتج حكما شرعيا، ما هو؟ وجوب تعاهد المحفوظ من كتاب الله، يعني يجب عليك أن تراجع ما حفظته. فإذا توصلنا بالقاعدة إلى حكم شرعي، فهل الوجوب مذكور في الحديث؟ هل قال الحديث يجب عليكم أن تتعاهدوا القرآن؟ الحديث ما صرح بالوجوب. فمن أين عرفت أنه الوجوب؟ لما لا يكون غير الوجوب؟ لما لا يكون الاستحباب مثلا أو الإباحة؟ فنقول عرفنا بواسطة القاعدة الأصولية. قول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن من هن؟ كيف؟ المطلقات طلاقا بائنا، المطلقات طلاقا بائنا. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا نص دليل شرعي. ثم القاعدة الأصولية تقول الحكم المعلق بشرط ينتفي عند انتفاء الشرط. من يعيد؟ تفضل. أحسنت. وأيضا تفضل. عند انتفاء الشرط. أحسنت أحسنت أحسنتم جميعا. الحكم المعلق بشرط ينتفي عند انتفاء الشرط، كما لو قلت أكرم زيدا إذا نجح، أكرم زيدا إذا نجح، ماذا تفهم منه؟ إذا لم ينجح فلا تكرمه، صح؟ طيب تعالوا نطبق القاعدة الأصولية على النص الشرعي، ماذا ينتج؟ الآن منطوق الآية إن كانت البائن
حاملاً يجب على الزوج أن ينفق عليها. ماذا يفهم من مفهوم الشرط؟ إن لم يكن حوامل فلا يجب أن تنفقوا عليها. فالآية بعد توجيه القاعدة الأصولية إلى النص أنتجت حكماً شرعياً، وهو عدم وجوب النفقة على البائن غير الحامل التي يسميها الفقهاء الحائل، اللام الحائل. طيب، هل الحكم هذا مذكور في الآية؟ عدم وجوب النفقة على المطلقة الحائل غير موجود. ما الذي أوصلنا إليه وهو غير مصرح به؟ القاعدة الأصولية. هذه أمثلة تبين لنا منزلة علم أصول الفقه، وإلا فله أهمية من جهات أخرى كثيرة وأظنها لا تخفى عليكم. فلنشرع في قراءة الكتاب، فمن يقرأ بصوت عال مسمع، أو إذا شئتم أقرأ أنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مجمع الأصول: باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. الأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمختلف فيها ستة: شرع من قبلنا، والاستحسان، والاستصحاب، والاستصلاح، والاستصحاب، والاستقراء، ومذهب الصحابي. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. هنا لنا وقفتان: الأولى عند قوله قواعد، فعلم الأصول فيه مسائل وفيه قواعد. عندنا مسألة أصولية وعندنا قاعدة أصولية، فما الفرق بينهما؟ جزاك الله خير. جيد، أحسن. في إضافة يا شيخ تريد أن تضيف؟ أحسن. طيب، القاعدة، المسألة الأصولية هي مجموع ما يذكره المؤلف من لقب المسألة وتحرير محل النزاع والمذاهب والأدلة والمناقشات والترجيح أو بعض هذه العناصر. أعيد: المسألة الأصولية هي مجموع ما يذكر من لقب المسألة وتحرير محل النزاع فيها والمذاهب والأدلة والمناقشات والأدلة والمناقشات والترجيح أو بعض هذه العناصر، يعني إما أن تذكر كلها وإما أن يذكر بعضها. يعني يأتيك مثلا فيقول: الأمر المطلق ماذا يقتضي؟ ثم يقول بعد ذلك: اختلفوا في هذه المسألة على 15 قولا. ثم يعدد الأقوال ويذكر الأدلة ويناقش الأدلة ويرجح، فيكتب مثلا عدة أسطر أو صفحة أو عدة صفحات. هذه الصفحة والصفحات ماذا تسمى؟ مسألة أصولية، لأنها من علم أصول الفقه. لكن هل هي قاعدة أصولية؟ هل في قاعدة تكتب في صفحة وصفحتين؟ لا، ليست قاعدة، هذه مسألة. القاعدة هي جملة خبرية مختصرة تصاغ من المذهب الراجح في المسألة الأصولية. القاعدة جملة خبرية مختصرة
جملة خبرية مختصرة تصاغ من المذهب الراجح في المسألة الأصولية. كيف؟ يعني بعد أن جاء هذا المؤلف مثلا من المؤلفين وذكر مسألة الأمر ماذا يقتضي وذكر المذاهب واستدل وناقش وكتب عدة صفحات، ثم خلص إلى أن مذهب الجمهور القائلين بأن الأمر للوجوب هو الراجح في المسألة، آتي فأقول الأمر المطلق يقتضي الوجوب، هذا نصف سطر صح؟ ماذا تسمى سطر هذا أو نصف سطر؟ هذه قاعدة أصولية. المجتهد حين يفرع الأحكام هل يفرعها على المسائل الأصولية أو على القواعد؟ على القواعد، على القاعدة ليس على المسألة. واضح يا شباب؟ فهذا هو الفرق. وإن كان بعض العلماء يتسامح قد يسمي المسائل قواعد والقواعد مسائل، فهذا الكتاب في قواعد أصول الفقه لأنه جرده من الخلاف، مؤلفه حذف منه الخلاف واقتصر على مذهب واحد، وإن كانت عبارته أحيانا فيها شيء من الاختصار فيحتاج القارئ إلى تقدير كلمة أو أكثر حتى تصير قاعدة واضحة، واضحة المعالم مفهومة عند السامع. وضح يا إخوان؟ وضح؟ طيب، هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية الضمير في آخر كلمة من الجملة الأولى التي يعلم منها حاله، مرد الضمير إما أن يرجع إلى أصول الفقه وإما أن يرجع إلى الفقه، وكلاهما محتمل. الاحتمال الأول أن يرجع الضمير إلى أصول الفقه، يعني هذا باب قواعد أصول الفقه التي إذا عرفتها عرفت حال العلم وشأنه وما هو، هذا ممكن. ويمكن أن يكون الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الفقه، يعني هذا باب قواعد أصول الفقه التي بواسطتها يعلم حال الفقه، ولعل هذا هو الراجح، يعلم بها حال الفقه لما قلناه من قبل. ماذا قلنا في أول المحاضرة؟ أن جميع أحكام الشرع يرجع إلى قواعد أصولية، إلى قواعد أصول الفقه، هذه قاعدة كلية أجمعية لا تنخرم، أعني أنه لا يمكن أن يوجد حكم شرعي لا يرجع إلى قاعدة أصولية، كل الأحكام تبنى على القواعد، حتى لو كانت قاعدة المنطوق الصريح التي قد يفهمها العامي كما يفهمها العالم فهي أيضا قاعدة أصولية. ثم قال المؤلف رحمه الله الأصول المتفق عليها، الأصول بمعنى الأدلة، الأصول هنا بمعنى الأدلة. ثم قسمها المؤلف رحمه الله تعالى قسمين، القسمين المعروفين عند عامة الأصوليين، وهو الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، وهذه القسمة في ظني أحسن من القسمة التي يكتبها بعض المعاصرين، وهي قولهم أدلة أصلية وأدلة تبعية، تجدون هذا في بعض كتب المعاصرين، وهذه القسمة فيها نظر، لأن بعض القسم الأول هو أدلة تبعية، القياس مثلا هل يعمل به مع وجود النص؟ يعني عند مخالفة النص ما يعمل به، فهو تبع للكتاب والسنة، فهذه القسمة التي ذكرها المصنف وغيره هي الأحسن.
قال: المتفق عليها أربعة: الكتاب العزيز، والسنة المشرفة، وإجماع العلماء، والقياس. وهذا صحيح، هذه الأربعة انعقد عليها الإجماع. الكتاب والسنة الإجماع فيها واضح، يعني الاتفاق عليها واضح، والإجماع الخلاف فيها شاذ، الخلاف فيه شاذ، لأن الذي خالف هو هم النظام ومن وافقه من المعتزلة، ولا يعتبر بخلافهم. وكذلك القياس، لأن من خالف في حجيته خالف بعد انعقاد الإجماع، بل الإجماع المتكرر الواقع في زمن التشريع وزمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولا عبرة بخلاف بعد انعقاد الإجماع. فعد هذه الأربعة من المتفق عليه صحيح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة المختلف فيها. هذه الأدلة أولاً المتفق عليها الأربعة السابقة سوف يذكرها المصنف رحمه الله، سوف يتعرض لها فيما بعد. أما المختلف فيها فلم يذكرها، لم يشرحها بعد ذلك، فلعلنا نأتي عليها باختصار إن شاء الله تعالى. فذكر أولاً، هو ذكر ستة وإلا هي أكثر من ستة، لكن نذكر نشرح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، نذكر إن شاء الله نبذة مختصرة عن هذه الأدلة. شرع من قبلنا شرع لنا، يعني تتمة القاعدة أن تقول شرع من قبلنا شرع لنا، وهذه قاعدة صحيحة وهي حجة عند أكثر العلماء. وأشهر وأهم ضوابط هذه القاعدة ألا يرد في شرعنا ما يخالف هذا الحكم المذكور، فإذا ورد في شرعنا ما ينسخ الحكم الوارد في شرائع من قبلنا فإنه لا يصير شرعا لنا. نعم، من أمثلة شرع من قبلنا قول الله تعالى حكاية عن صاحب مدين، ماذا قال؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. جعل المنفعة مهرا لابنته، فنقول شرع موسى عليه السلام شرع لنا، لأنه لم يرد في شرعنا ما ينسخه، بل ورد ما يؤيده. الثاني الاستحسان، نقول الاستحسان حجة، يعني حجة معتبرة، استحسان حجة. والاستحسان تختلف فيه عبارات علماء أصول الفقه رحمهم الله تعالى. والصحيح أن الاستحسان هو العدول بحكم المسألة، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك. من حفظ؟ من يقرب من حفظه لا من أوراقه؟ تفضل. العدول بحكم المسألة، أحسنت جزاك الله خير، تفضل شيخ. أحسنت ماشي. أحسنتم جميعا، تفضل. أحسنتم جميعا، أحسنت ما شاء الله. العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك، والنظائر هذه هي التي تسمى القياس بالمعنى العام الذي يسميه بعضهم قياس الأصول، لأن هذا يأتي بالاستقراء، فالمجتهد إذا وقف عند مسألة من المسائل ثم وجد أن حكمها يختلف عن نظائرها، إلا أن الدليل الشرعي دل على هذا العدول، يعني على هذا التخصيص والمخالفة عن النظائر، فحينئذ الحكم للدليل، الحكم بالدليل الشرعي،
لكن العلماء اصطلحوا على تسميته استحساناً، سموه استحساناً، مثل عقد الاستصناع، يعقد على الاستصناع عقد على مجهول، شيء غير موجود. فمقتضى نظائر هذه المسألة أن يكون حرام، ومع ذلك جوزه العلماء، والذي اقتضى ذلك الإجماع، إجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع، والإجماع حجة شرعية، دليل قطعي. طيب، هذا الدليل الذي يقتضي ذلك في قولنا لدليل اقتضى ذلك، هذا الدليل يعني قسم العلماء خصوصا الحنفية رحمهم الله، قسموا الاستحسان إلى يعني ستة أو سبعة أقسام، ستة أقسام بناء على الدليل الذي اقتضى هذا العدو. فمن ذلك استحسان الكتاب العزيز، والثاني استحسان السنة، والثالث استحسان الإجماع، والرابع استحسان القياس الخفي، والخامس استحسان العرف، والسادس استحسان الضرورة، والسابع استحسان المصلحة. كم هذه؟ سبعة، ويمكن نجعلها ستة. كيف نجعلها ستة؟ هاي شيء لا تختلف الضرورة المصلحة، لكن كيف نجعلها ستة؟ أيوة، كيف نقول ماذا؟ أحسنت. الكتاب مع السنة يسميه بعضهم استحسان النص، تجد بعض الكتب استحسان النص، أي نص، إما كتاب وإما سنة. فالأقسام إما سبعة وإما ستة، والأمر يسير. نمثل لها باختصار استحسان الكتاب العزيز، قالوا مثاله جواز الوصية، فإن جواز الوصية على خلاف القياس، يعني على خلاف نظائر هذا. لماذا؟ قالوا لأنه تمليك للموصى له، يعني لمن لا يملك، يعني الملكية سوف تحصل في وقت لا يملك صاحب المال ماله. لماذا؟ لأنه ما يملك الموصى له المال إلا بعد موت الموصي، وهل الميت يملك؟ ما يملك. فالقياس ألا تصح، لكن جوزها العلماء استحسانا. لماذا؟ لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. هذا استحسان إيش؟ الكتاب العزيز. استحسان السنة المشرفة مثاله الحكم بأن من أكل أو شرب في نهار رمضان أنه صائم، مع أن القياس أنه ليس بصائم، فإنه أكل وشرب، لكن استحسنوا هذا، يعني أقصد قالوا بجواز هذا، يعني أن صومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. استحسان الإجماع مثل ما مثلنا عقد الاستصناع، وهو أن يعقد الطرفان يعني على مجهول موصوف في الذمة، أن يقول مثلا لي اصنع لي 100 باب من الحديد مقاس كذا ونوعية كذا مقابل 100,000، يجوز هذا؟ يجوز، مع أنه عقد مع وجود الجهالة، بل على معدوم، لكنه جاز استحسانا للإجماع لحاجة الناس إلى مثل هذه العقود. استحسان القياس الخفي قالوا مثاله سؤر، سؤر سين وهمزة
وراء سؤر سباع الطير. سؤر السؤر هو بقية الشراب، يعني الإناء أو الظرف الذي يكون فيه ماء ويشرب منه إنسان أو حيوان، الباقي من الشراب يسمى سؤر، وهي كلمة لا زالت مستعملة إلى اليوم، لكن يخففون الهمزة يقولون سور. سؤر سباع الطير، هل هو طاهر أو نجس؟ سؤر سباع الطير هل هو طاهر أو نجس؟ سباع الطير ما هي؟ أي نعم، الصقر وغيره نحو البازي والحداء ونحو ذلك، بقية الشراب الذي إذا شربوا بقية الماء مثلا، هل هو طاهر أو نجس؟ قالوا القياس الجلي أننا نقول بنجاسته. لماذا؟ قالوا قياسا لسؤر سباع الطير على سؤر سباع البهائم كالأسد والنمر والذئب، فهذا قياس جلي أن تقاس سباع الطير على سباع البهائم. ومع ذلك قال العلماء أن سؤر سباع الطير طاهر، ونقيسه على سؤر الآدمي، على سؤر الآدمي. هل هذا قياس جلي ولا خفي؟ هذا خفي. ما علاقة سباع الطير بالآدمي؟ يعني نعم، قالوا العلة في هذا يعني سبب ترجيح القياس الخفي على القياس الجلي فسموه استحسانا، قالوا لأن المنقار جسم صلب لا تتخلله النجاسة. واضح؟ نعم، هذا سبب الترجيح والعدول. طيب، استحسان الضرورة، قالوا مثل تطهير الآبار التي وقعت فيها نجاسة بنزحها، فإن القياس أن لا تطهر بالنزح، وما يدريه أنه أذهب النجاسة، يعني هذا الذي يذهبه بعض الماء ليس كل الماء، فإن الماء ينبع يتجدد في الآبار. لكن مع ذلك قال العلماء بطهارة البئر إذا نزح منه للضرورة، حاجة الناس إلى هذا. استحسان العرف، قالوا مثل جواز دخول الحمامات، قديما كان الناس يستحمون في مبان خاصة يدفعون فيها أجرة، يدفعون للحمامي أي القيم على هذا الحمام أجرة ويدخلون ويغتسلون، قديما تسمى ماذا؟ الحمامات، وهي مكان الاغتسال فقط. فقالوا القياس ألا يجوز لأن فيها جهالة، لا ندري كم الوقت الذي سوف يبقى وكم الماء الذي سوف يستهلك، وكذلك المنظف الذي يستعمله. ومع ذلك جاز استحسانا للعرف لأن العرف جرى بهذا. الأخير استحسان المصلحة، قالوا مثاله إنفاذ صدقة أو وصية المحجور عليه لسفه، يعني المحجور عليه لسفه الذي لا يحسن التصرف في ماله. القياس ألا يصح أي شيء له من التصرفات المالية في ماله، لأنه ما حجر عليه إلا ليمنع من التصرف، هذا القياس. لكن جوزوا أن يتصدق أو يوصي لأجل المصلحة. ما هي المصلحة؟ الأجر والثواب، فإن هذا فيه ثواب، فإن فيه ثوابا للمتصدق أو الموصي. نعم، طيب، هذا كله الاستحسان. قال بعدها والاستصلاح. الاستصلاح مرادف لما يسميه بعض العلماء المصلحة المرسلة، تسمى المصلحة المرسلة وتسمى أيضا الاستصلاح.
وهذه المصلحة أولاً نعرف، لابد أن نعرف أن جميع أحكام الشرع جاءت لتحقيق مصالح العباد، إما في العاجل وإما في الآجل، إما في الدنيا وإما في الآخرة. لكن الذي يتكلم عنه العلماء ويريدونه بكلمة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، فإن المصلحة تنقسم ثلاثة أقسام بالنظر إلى الدليل الشرعي، يعني إذا قورنت بدليل الشرع. الأول المصلحة الملغاة، الملغات، المصلحة الملغاة، وهي المصلحة التي تعارض النص أو الإجماع. مثاله لو قيل نسوي بين الذكر والأنثى في الميراث حتى نحقق مصلحة التسوية بين الأولاد، ما رأيكم؟ هذه مصلحة إيش؟ ملغاة غير معتبرة ولا يجوز العمل بها أصلا لأنها تعارض النص والإجماع، فإن القرآن نص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذه الملغاة. الثاني المصلحة المعتبرة، المصلحة المعتبرة هي مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار، يعني أيدتها النصوص، مثل مصلحة منع المرأة من تولي عقد النكاح، يعني لا تباشر عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. المصلحة المطلوبة من هذا الحكم ما هي؟ أن في يعني في تولي المرأة عقد النكاح فيه إخلال بالمروءة، إخلال بالمروءة، وأيضا أن المرأة لا تحسن التصرف كالرجال، فقد تزوج ابنتها لغير الكفء، ونظر المرأة غير نظر الرجل. إذن منع المرأة من تولي عقد النكاح فيه مصلحة، هذه المصلحة هل شهد لها الشرع؟ الجواب نعم، أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا نكاح إلا بولي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث هي المصلحة المرسلة، المرسلة مأخوذة من الإرسال وهو الإطلاق، أي أن هذه المصلحة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، يعني أن استقرأنا نصوص الشرع وأحكامه فما وجدنا دليلا يدل على اعتبارها ولا دليلا يدل على إلغائها، فهذه هي المقصودة بقول الأصوليين الاستصلاح أو المصلحة المرسلة، والصحيح أنها حجة كما ذكر المؤلف، الصحيح أنها حجة. ومثالها جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فإنها مصلحة، ولا يوجد دليل يدل على المنع من جمع القرآن ولا دليل يدل على وجوب جمع القرآن، فهي مصلحة مرسلة. ومثالها أيضا حبس معاوية رضي الله عنه أيام خلافته لبعض أقارب هدبة بن خشرم الشاعر المعروف، لما جنى جناية بالقتل قتل وهرب، ويعرف معاوية أن العرب يعني يعرف ما عند العرب من الصفات الحميدة ومنها الأنفة وعدم والنجدة وإغاثة الملهوف الغريب فكيف القريب وغير ذلك من الخلال، فأمر واليه على المدينة أن يسجن بعض أقارب هدبة فجاء مسرعا وسلم نفسه، فهذه مصلحة أيضا. الاستصحاب الأمر الثالث هو ماذا؟
الاستصحاب. الاستصحاب هو الحكم، نبهوني إذا جاءت الساعة 5 جزاك الله خير، إذا جاءت 5 نعم. الاستصحاب هو الحكم بإثبات أمر أو نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته أو انتفائه في الزمان الأول. أعيد، الحكم بإثبات أمر أو نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته أو انتفائه في الزمان الأول. من يعيد من حفظه؟ تفضل. أحسنت، ممتاز، تفضل. أحسنت، ما شاء الله، أحسنتم. طيب، إذن عندنا ثبوت وانتفاء في الزمان الثاني بناء على الثبوت أو الانتفاء في الزمان الأول. مثاله إذا أذن العصر مثلا، أذن عليه العصر فقام وتوضأ وصلى كما صلينا قبل قليل، صلى مع الجماعة، الآن صلى العصر بيقين الطهارة، ثم لبث في المسجد إلى أن أذن المغرب. لما أذن المغرب صار يسأل نفسه: هل أنا بقيت على طهارتي الأولى أي وضوئي، أو أنه انتقض الوضوء؟ بماذا نفتيه؟ نقول له ماذا؟ نقول استصحب الحكم الثابت في الزمان الأول، استصحبه إلى الزمان الثاني. ما هو الزمان الأول؟ العصر. والزمان الثاني؟ صلاة المغرب. فنقول حكمنا بثبوت الطهارة في الزمان الثاني وهو وقت المغرب بناء على ثبوتها في الزمان الأول، هذا يسمى الاستصحاب. مثاله في النفي: لو أنه توضأ وصلى العصر وبعد ما صلى أحدث يعني خرج منه الريح مثلا أكرمكم الله، فقال: سوف أبقى إلى وقت المغرب، وإذا أذن المغرب أذهب وأتوضأ، فمكث في المسجد إلى أن أذن المغرب. فلما أذن المغرب قال، صار يسأل نفسه: هل أنا توضأت بعد ذلك الحدث فأصلي الآن مع الناس، أو أنني غير متوضئ؟ ماذا نقول له؟ هل نثبت الطهارة أو ننفيها؟ ننفيها، نقول: أنت الآن في المغرب غير متطهر، غير متوضئ. لماذا؟ لأنك في الزمان الأول كنت غير متطهر، أحدثت. فنستصحب نفي الطهارة من الزمان الأول إلى الزمان الثاني. عرفنا معنى الاستصحاب؟ واضح؟ طيب. والاستصحاب أنواع، منه استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية، وهي حكم عقلي، لأن العقل يقضي فيها كما يقضي فيها الشرع أيضا، مثل يعني يمثل لها علماء الوصول بقولهم أنه لا يجب صوم شهر آخر غير رمضان. ما الدليل على أنه لا يجب صوم شوال؟ ما دليلك؟ فنقول البراءة الأصلية، لأنه لم يثبت في الشرع وجوب صومه، فنستصحب هذه البراءة. والأصل أن الذمم بريئة من التكاليف الشرعية إلى أن يوجد ما يغير هذه البراءة فيلزم الناس حكماً جديداً. الأصل عدم التكاليف. وضحت البراءة الأصلية؟ أعيدها يا شباب. وضحت الجميع؟ وضحت أو نعيد؟ البراءة الأصلية يقصدون بها عدم تشريع الحكم،
الأصل في تشريع الأحكام العدم أو الوجود؟ الأصل فيها العدم. متى نوجبها أو نحكم بها؟ إذا وجد الدليل. طيب عند عدم وجود الدليل نرجع للأصل، ما هو الأصل؟ عدم الحكم، فيسمونه البراءة الأصلية. ومن أنواع الاستصحاب الاستصحاب الإباحة الشرعية، وذلك فيما أصله الإباحة كالمطعومات والمشروبات والعقود، فإن الأصل فيها الإباحة. فإذا وجدنا نباتاً من النباتات، فاكهة من الفواكه مثلاً جديدة ما كنا نعرفها، فقلنا هل هذه حلال أو حرام؟ وما وجدنا فيها ضرراً، ليس فيها ضرر على الإنسان بل هي نافعة، إذا أكلها إنسان تفيده. طيب ما الحكم فيها؟ الإباحة، لأن الأصل المطعومات والمشروبات، الأصل في المآكل والمشارب الإباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا. كذلك العقود، إذا اختلف زيد وعمر في عقد من العقود الجديدة، فأحدهما قال حلال والآخر قال حرام، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي قال بالتحريم، لأن الأصل في العقود الإباحة. ومن أنواع الاستصحاب استصحاب مقتضى الدليل الشرعي، النوع الثالث استصحاب مقتضى الدليل الشرعي، ومعناه استصحاب العموم إلى أن يرد المخصص، واستصحاب الإطلاق إلى أن يرد المقيد، واستصحاب الإحكام إلى أن يرد الناسخ، وهكذا. يعني إذا اختلف اثنان، أحدهما يتمسك بالعموم والآخر يقول بخروجه عن مقتضى العام، من الذي طالب بالدليل؟ الذي أخرجه وادعى التخصيص، لأن الأصل في الدليل العام أن يعمل به على عمومه، هذا الذي نستصحبه دائما إلى أن يرد ما يخصص. الإطلاق كذلك، نعمل بالدليل المطلق مثل المسح على الخفين، نقول امسح كيف على أي وجه، لأن الأدلة جاءت مطلقة ما ذكرت كيفية معينة للمسح، فنبقى على هذا الإطلاق إلى أن يوجد دليل يقيد. إذا اختلف زيد وعمر في أن هذا الدليل منسوخ أو محكم، أيهما الذي طالب بالدليل؟ الذي ادعى النسخ، لأن الآخر تمسك بالأصل فاستصحب أن الدليل وهذا الحكم أو الدليل محكم. ولا شك أن الأصل في نصوص الكتاب والسنة الإحكام، أن تكون محكمة غير منسوخة، وأن يعمل بها لا أن يلغى العمل بها. واضح يا أخوان؟ طيب، وهناك نوع من الاستصحاب يسمونه استصحاب حال الإجماع، وهذا فيه خلاف قوي، يعني هذا الأخير فيه خلاف قوي. مثاله الذهب إذا كان تبراً، يعني أول ما معنى استصحاب حال الإجماع، أول نشرح ما معناه. معناه أن تكون المسألة بحال، على هيئة وحال ووصف يجمع عليه العلماء على الحكم حال ذلك الوصف، ثم تتغير الحالة، فهل نستصحب الإجماع الأول؟ نقول أيضا ما دام الإجماع حكم شرعي نستصحبه حتى لو تغيرت صورة المسألة، أو لا نستصحبه؟ قولان معروفان للعلماء، وأكثر العلماء على رد استصحاب حال الإجماع. مثاله الذهب، الذهب إذا كان تبرا خاما سبائك مثلا تجب فيه الزكاة، هذا بإجماع العلماء والذين يكنزون الذهب والفضة،
فإذا تغيرت حالة الذهب، بدل ما كانت سبائك صار حلياً تلبسه المرأة، هو نفسه ذهب لكن صار حلياً، فهل نستصحب حال الإجماع ونقول أيضاً تجب فيه الزكاة لأن الإجماع انعقد عليه حين كانت إبراً أو لا؟ على خلاف معروف بين العلماء، فمن يقول به يعده من أنواع الاستصحاب. وبقي هناك نوع يسمونه الاستصحاب المقلوب، وهو عكس هذا، عكس كل هذه الأنواع، وهو أن يحكم في الزمان الأول، يعني أن يحكم بإثبات أمر في الزمان الأول بناء على ثبوته في الزمان الثاني. لاحظوا العكس، الحكم بثبوت أمر في الزمان الأول بناء على ثبوته في الزمان الثاني، فصار عكس الاستصحاب، فلهذا سموه الاستصحاب المقلوب. ومثلوه بما لو وجد وقف من الأوقاف، مثلا عمارة ترجع غلتها، وجدوا أن غلتها تصرف دائما على فقراء بني تميم، لنقول مثلا ما تصرف إلا على فقراء هؤلاء القوم. الواقف لا يعرف، مات من مئات السنين، من مئة سنة مات الواقف، وسألوا فما وجدوا من يعرفه، ولا وجدوا وثيقة ووصية تبين شرط الواقف، لأنه يعمل بشرط الواقف. فصار السؤال يدور بين الناس، هل يصرف فقط لهؤلاء القوم أو لغيرهم؟ إحنا ما وجدنا شيئاً إلى الآن، لكن وجدنا فقط أنه دائماً يصرف لهؤلاء، وسألنا كبار السن قالوا حتى أباؤنا وأجدادنا قالوا تصرف دائماً لهؤلاء فقط. طيب أين الشرط مكتوباً؟ لا يجدون مكتوباً ولا يجدون أحد يشهد بهذا. فنقول نحكم بثبوته لهؤلاء القوم في الزمان الأول قبل مئة سنة بناء على ثبوته الآن في الزمان الثاني، واضح؟ فنحكم بأنه يكون مقصورا عليهم ولا يعطى لغيرهم. قال والاستقراء، الاستقراء هو تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها. أعيد، تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها. والاستقراء دليل صحيح، وهو أساس العلوم كلها، وما كتبت المسائل ولا قعدت القواعد إلا بعد الاستقراء، قواعد الأصول، قواعد الفقه، قواعد النحو، وسائر العلوم كلها ما وضعت إلا بعد الاستقراء، والمجتهد ما صار مجتهداً إلا بالاستقراء، لأنه يتصفح الجزئيات، المسائل الجزئية مسألة مسألة، ثم هذه الجزئيات تؤدي إلى معرفته بالكليات وهي القواعد العامة، ثم ينتقل المجتهد من الكليات إلى الجزئيات، هذا الذي يعمله المجتهد، يتصفح الجزئيات كما نفعل نحن اليوم، نقرأ كتاب الطهارة في الفقه، ثم الصلاة، ثم الصوم، ثم الزكاة، وهكذا، ثم كتاباً أكبر منه، هذا عبارة عن إيش؟ تصفح للجزئيات، معرفة المسائل. فمن حفظ المسائل وأدركها وفهمها سوف ينقدح في ذهنه أن يحصل القواعد الكلية التي تجمع هذه الجزئيات، ثم ينتقل من هذه الكليات إلى الجزئيات في التفريع والتخريج والاستنباط. واضح يا أخوان؟ واضح؟ شيئا ما، يعني يتتبع أحكام الشرع وأدلته،
فتورث هذه المعرفة والإلمام والإحاطة بأحكام الشرع، تورث معرفة بالكليات العامة التي تجمعها. هذا يحصل لكل عالم مجتهد أحاط بالفروع، ثم ينتقل من هذه الكليات أي القواعد العامة إلى الجزئيات، يعني التفريع والتخريج والاستنباط. طيب، مثاله المنع من أداء الفريضة على الراحلة، ما دليله؟ قالوا دليله الاستقراء، استقرأنا أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم فوجدنا أنه ما صلى فريضة على الراحلة دابة، إنما صلى النافلة فقط. فنقول ماذا؟ لا يصح أداء الفريضة على الراحلة. أكثر مدة الحمل وأقلها، أكثر مدة الحيض وأكثرها، هذا من أين أتى؟ بالاستقراء. من أي ما دليلهم الذين قالوا أكثر مدة الحمل 4 سنوات؟ هل عندهم دليل من الكتاب أو السنة أو قياس أو إجماع؟ لا يوجد، إنما دليله الاستقراء، استقراء أحوال الناس، حالات النساء. واضح يا شباب؟ طيب، قال ومذهب الصحابي، ومذهب الصحابي، والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبه مؤمنا به ومات على ذلك. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبه مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم ليسوا كبقية الناس، فلهم خصائص، ومن خصائصهم أن مذهبهم حجة، فإنهم كلهم عدول رضوان الله عليهم. فمذهب الصحابي يكون مذهب، المراد بمذهب يعني القول أو الفعل، كلمة مذهب تشمل القول والفعل، فهو حجة صحيحة إذا فقد النص، يعني إذا لم يخالف النص أو لم يخالفه صحابي آخر. فإن خالفه صحابي آخر سقطت الحجية، انتهى. طيب، نقف عند مذهب الصحابي يا إخوان؟ طيب، أو نكمل هذا إذا كان ما في درس الآن؟ ممكن 5 دقائق؟ ممكن. الله يجزاكم خير. قلنا ماذا؟ مذهب الصحابي يكون حجة على غير الصحابة، يعني على التابعين فما بعدهم إلى اليوم وإلى يوم القيامة. أما الصحابي لا يكون قوله حجة على الصحابي الآخر. ومن ثم قال العلماء إذا خالف الصحابي صحابيا آخر سقطت حجية قول الصحابي، وكذلك إذا لم يخالف النص. طبعا مثال المخالفة، مثلا الجد مع الإخوة، بعضهم ورث الإخوة مع الجد وبعضهم لم يورث. مثال مخالفة النص ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من عدم صحة الوضوء من ماء البحر، فإن هذا يخالف النص أو يوافقه؟ يخالف. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ نعم. وأقام ابن القيم رحمه الله السلام ورحمة الله لين المغرب، مو مشكلة. لا بس قربنا يعني. لا لين المغرب. الشيخ العينان عنده درس. لا الأجرام ما يجي إلا المغرب، مو مشكلة. طيب، لين المغرب يمكن ربع ساعة كذا ونمشي. الله يجزاك الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. واضح يا إخوان معنى حجية مذهب الصحابي؟ أقام ابن القيم رحمه الله على حجية قول الصحابي أكثر من 40 دليلا في كتابه إعلام الموقعي، أدلة في غاية القوة على حجية قول الصحابي، وهو مذهب الأئمة 4، يعني صحيح عن الشافعي وعن بقية الأئمة وأكثر العلماء أن قول الصحابي حجة بالضوابط التي ذكرناها، يعني أهم الذي ذكرناه هو أهم الضوابط. طيب، تفضل يا شيخ نقرأ قليلا، نأخذ ربع ساعة يا شباب إن شاء الله. الأصلان الأولان الكتاب والسنة، ويشترك الكتاب والسنة في النسخ، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه،
ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل وبأثقل وبأخف، ونسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة، وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، ولا يعرف النسخ بدليل عقلي بل بالنقل المجرد وبالدلالة أو التاريخ وموت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر. إلى هنا أحسنت، إلى هنا ينتهي النسخ. قال ويشتركان، ما هما؟ الكتاب والسنة، أو قال ويشترك الكتاب والسنة في عدة أمور، وذكر منها النسخ. أول ما بدأ به هو النسخ، وسوف يذكر بعد ذلك اشتراكهما في الأوامر وفي النواهي والعموم والخصوص إلى آخره. والنسخ عرفه المؤلف رحمه الله بأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، آية أو حديث. النسخ لا يكون إلا في الكتاب والسنة فقط من الأدلة، فلا يكون في الإجماع ولا القياس ولا المصلحة ولا العرف ولا غير ذلك. وشرط النسخ التراخي كما قال بخطاب متراخ عنه، لا بد من التأخر. مثال أمثلة النسخ طبعا كثيرة، فمن أمثلتها التوجه في الصلاة في القبلة إلى بيت المقدس، كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. النص الأول كان من السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنص الناسخ له هو قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال ويجوز إلى غير بدل، يعني يجوز أن ينسخ الشارع الحكم الأول ولا يضع مكانه في المنسوخ يعني حكما جديدا، مثل نسخ ادخار تحريم ادخار لحوم الأضاحي. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فكلوا وادخروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لا يوجد بدل. وكذلك المناجاة، كان الذي يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي نجواه صدقة، ثم نسخ إلى غير بدل. قال وإلى بدل، وإلى بدل، وهذا كثير كما ذكرنا في القبلة، بدل ما يتوجه إلى بيت المقدس توجه إلى الكعبة، هذا بدل. ومثل آيتي المصابرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد المجاهد في ساحة القتال يجب على المجاهد المسلم أن يثبت لكم 10 من الكفار. ثم في الآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد يثبت لكم يجب أن يثبت 2، فهذا بدل. قال وبأثقل، يعني أن يكون الناسخ أثقل من المنسوخ. القتال لم يكن واجبا على المسلمين، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم بعد ذلك وقاتلوا المشركين كافة، أثقل ولا لا؟ أثقل، لم يكن واجبا عليهم الجهاد ثم أوجبه الله عليهم. كذلك التخيير بين الفدية والصيام كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أثقل ولا لا؟ أثقل. قال وبأخف، يعني أن يكون الناسخ أخف على الناس من المنسوخ، مثل آيتي المصابرة، بدل ما يثبت المجاهد المسلم 10 صار يجب عليه الثبات أمام 2، وهذا أخف. قال والتلاوة دون الحكم، تنسخ تلاوة الآية ويبقى حكمها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا كان يقرأ في القرآن، كان يقرأه الصحابة
أين هو اليوم؟ يعني من قبل وإلى اليوم يعني منسوخ، نسخ تلاوته وبقي حكمه وهو الرجم. قال: والحكم دون التلاوة. الحكم ينسخ وتبقى الآية يتلوها الناس ويؤجروا ويثابوا على قراءتها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كان هذا هو عدة المتوفى عنها زوجها، أنها تحبس تبقى في البيت مدة سنة ما تخرج. ثم بعد ذلك ما هي الآية الناسخة؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. واضح؟ الآية الأولى نسخ حكمها وبقي تلاوتها، وهي الاعتداد بالحول. قال: وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، وفي بعض النسخ والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون آحادها، في بعض النسخ زيادة والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون آحادها، في بعض النسخ يعني. والخلاصة في هذه المسألة أن النسخ لا بد أن يكون في قوة المنسوخ، الناسخ ليس كالمخصص، ليس كمخصص العام، لأن النسخ إلغاء بالكلية للنص، فلا بد أن يكون في قوة المنسوخ عند أكثر العلماء. ومن ثم الآحادي لا ينسخ المتواتر، أما المتواتر ينسخ بعضه بعضا. ثم الكتاب والسنة كما ذكر المصنف هنا ومال إليه، هو أن الكتاب ينسخ الكتاب والكتاب ينسخ السنة والسنة تنسخ السنة والسنة تنسخ الكتاب. كم صورة؟ أربع صور حاصلة من ضرب اثنين باثنين، صح؟ أربع صور، نعم. يعني الكتاب ينسخ الكتاب، يعني الكتاب بمعنى القرآن العظيم، الكتاب العزيز ينسخ الكتاب العزيز، يعني آية تنسخ آية، وحديث ينسخ حديث، والآية تنسخ الحديث، والحديث ينسخ الآية. ويعني من أمثلة ذلك الكتاب ينسخ الكتاب مثل آيتي المصابرة، الآية الثانية نسخت الآية الأولى، وحديث ينسخ الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب، السنة تنسخ بالكتاب مثل التوجه إلى الكعبة المشرفة، هذا ثبت بالكتاب العزيز، ونسخ ماذا؟ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة، فالآية نسخت الحديث. طيب عكس هذا، أن ينسخ الكتاب أن ينسخ بالسنة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين، يوصي للأقارب، ثم نسخه لا وصية لوارث. طبعاً بناءً يعني إن كنا بهذا النسخ، إذا قلنا إن الحديث بلغ رتبة التواتر، وهو قول بعض العلماء أنه بلغ رتبة التواتر فيصح أن يكون ناسخاً. هل في أسئلة؟ في أسئلة شيء؟ في أوراق مكتوبة؟ نعم، تفضلي، ما أسمعك. نعم نعم، المتواتر من السنة مثل المتواتر من القرآن في النسخ، إنما يستثنى من هذا كما قلنا الأحادي، يعني أحاد السنة، فإنه لا ينسخ لا متواتر السنة ولا القرآن. واضح؟ بقي أسئلة تفضلي. هذا يأتي بعدين إن شاء الله معنا، نريد السؤال فيما معنا إن شاء الله. جزاك الله خير، إن شاء الله يأتي بإذن الله. نعم. الاستقراء تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها،
يعني على لفظ كلي يكون قاعدة كلية يشمل هذا تشمل هذه الفروع. تتبع الجزئيات ليحكم بحكمها الحكم الثابت في كل جزئية، طبعا هو واحد، حكم واحد يعطى يسند إلى جملة خبرية تشمل هذه الفروع. واضح؟ نعم. طيب إذن نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.